للاسف شوف للاسف برشا انه اصبح الدار افتاء، كل واحد من صندوقه يلبس اللي يخرج فهمتني، يعمل لنا فتوى. احنا عندنا دوائر نتاع الدوله هي اللي هي معترفه بها، هي الدوائر الصحيه. ما عدا ذلك فهمتني كله لديها هراء. وثم رانا كل فلاح، انا اعتقد انه الفلاح بريء من اللي قاعد يحدث هذايا من تكفير ومن كذا. ثم راهو هذايا معناتها الحلقه نتاع الدلاع كيفها كيف غيرها، فيها وسطاء، فيها قشارة، فيها ناس تنصب، فيها معناتها من في ذلك ما نلبسوش كل شيء للفلاح. فلاح هو دوره إنتاج، دوره أن يبيع، دوره أن يبيع في يعني في الضيعة، دوره أن يهبط للأسواق الجملة. يعني الكثير والكثير اللي ما هو منتصبين في الشارع رغم ما مش فلاحة، وما يحدث من تجاوزات وتكثير وشأن معناها ما نجموش نشوفوا حاجات كده ونلبسوها للفلاح.